من يستطيع أن يقول من أين تبدأ الذاكرة؟ من يستطيع أن يقول متى ينتهي العهد الحالي؟ حينما يحلق الماضي بالأغنية العذبة على شفاه صناع الحياة الجدد، عندما يكون الحزن على أيديهم ورقة اصفر لونها وآيلة للسقوط، كطفل فوجئ وسط أحلامه. هكذا فوجئنا باتقاد هذه الأرواح الألقة الخارجة من عمق زمننا الموبوء بخفافيش الليل وزواحف الظلام. فوجئنا بهذا السيل الجارف من طيور النورس القادمة من رحم الفجر، تظللها ملائكة تمجد الله وتردد معهم إنشودة الحرية وقد حطت على ميدان التحرير. شباب يحمل الراية المصرية وعلى جناح نسرها حلق هرم خوفه، ونحن الذين هرمنا، نحن الذين هرمنا نرى فيكم الكثير من جوهر أعماقنا. لقد فجرتم في عمق أحزاننا وخيباتنا وضعفاتنا نبض الحياة وإنشودة الأمل. ننحني أمامكم يا من نفختم في الصخر في الأرض، نفختم في الحديد في جوف ليل الوطن البهيم. أنتم الأرواح الشابة القادرة على العطاء والحب والتواقة لروح العصر والحداثة. أنتم الذين تستطيعون أن توقفوا تيار التخلف والهمجية. أنتم الذين ستطلقون سراح الله والإنسان من قيود الفكر الرجعي الجاثم على عقول الناس عبر عشرات القرون، وستجعلون من أيامنا القادمة مشاريع ذهبية دافئة مفعمة بالحياة. أنتم حلم الله على الأرض، أنتم حلم الله على الأرض. شكراً.